ولادنا وبناتنا في كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم في بيتنا مدرسه. النهارده حلقتنا هنتناول فيها ازاي نعد مشروع بحثي على اسس علميه بسيطه. اسس علميه بسيطه علشان الموضوع بسيط، ما فيهوش اي صعوبات، ما فيهوش اي عقبات هتقابلنا طول ما احنا بنتابع في بيتنا مدرسه. استاذ محمود مشكورا الاسبوع اللي فات تناول مع حضراتكم ازاي ندخل على المنصه التعليميه وازاي نسجل وازاي يكون لينا مكان جوه المنصه عشان نبدا نتواصل مع المعلمين بتوعنا ومع المدرسه بتاعتنا ونرفع عن طريقها الابحاث. النهارده هنتناول المشروع البحثي بشيء من التفصيل، وبرده عايزه اكد عليكم ان الدكتور طارق شوقي اعلن انه هيعلن بشكل رسمي جدا في 1 مايو كيفيه تسليم الابحاث العلميه. يعني محدش من الطلبه دلوقتي يروح يخلص البحث بتاعه ويقول طب انا هرفعه على ادمودو او انا هروح اوديه بايدي للمدرسه. المدرسه مش هتستقبل من اي حد ابحاث لانها ما عندهاش تعليمات بده. المدرسه هتبدا تاخد التعليمات من الوزاره بعد 1 مايو ان شاء الله. طيب احنا دلوقتي المفروض نعمل ايه وايه اللي في ايدينا احنا كطلبه نشتغل عليه؟ هو الابحاث. الوزارة أعلنت الثلاث موضوعات اللي ممكن يكونوا موضوعات بحثية ونختار منهم واحد ونشتغل عليه بشكل علمي بسيط. النهاردة في حلقتنا هنتناول يعني إيه مشروع بحثي، إيه هي معايير الحكم على المشروع، إمتى يكون المشروع بتاعي مقبول، إمتى يكون المشروع بتاعي غير مقبول، إيه المواصفات السليمة والأساسية في البحث بتاعي، وإيه النموذج اللي همشي عليه عشان أتأكد إن البحث بتاعي ماشي بطريقة علمية سليمة. عايزاكم تركزوا معايا قوي طلبة وسادة أو أستاذة أولياء الأمور في كل كلمة هتتقال النهاردة، علشان النهاردة هنتناول كل شيء بشيء من التفصيل. تعالوا نشوف أول حاجة معانا النهاردة وهو معايير الحكم على المشروع. زي ما احنا شايفين المشروع البحثي بتاعي هو مشروع تكاملي من مجموعة تخصصات مختلفة، علوم، رياضة، دراسات اجتماعية، لغة عربية، إنجليزية. في النهاية احنا كلنا هنطلع بحث واحد بيشمل كافة التخصصات. طيب دي الوثيقة الرسمية اللي تمت الوزارة مشكورة بان هي اصدرتها لأولياء الامور، وعلشان الخط صغير قوي فاحنا هناخد المكتوب في الوثيقة دي ونبدأ نعرضه بشيء من التفصيل. في معايير الحكم على المشروع، امتى يكون المشروع بتاعي مقبول؟ المشروع بتاعي يكون مقبول لما انا اختار عنوان جذاب للمشروع. ايه ده، هو انا ممكن اغير العنوان اللي موجود؟ انت عندك تحسين البيئه التكنولوجيه والعلميه، عندك الزياده السكانيه والامن الغذائي، وعندك البيئه. دول ثلاث مواضيع رئيسيه، انت هتختار منهم واحد. طب نفترض انا عايزه اختار مثلا تحسين البيئه العلميه والتكنولوجيه، هنا ازاي اختار موضوع جذاب؟ ممكن نفكر التكنولوجيا هي مستقبل العالم، او التكنولوجيا هي البوابه للمستقبل. يبقى هنا انا بختار موضوعات او بختار عناوين جذابه للموضوع اللي انا هختاره، علشان زي ما بنقول الجواب بيبان من عنوانه. كل ما كان الموضوع بتاعك جميل، كل ما كان ليه عنوان شيق، كل ما كان القارئ هيتمعن اكتر في قراءه البحث بتاعك بشيء من التفصيل. يبقى اول شرط علشان يكون البحث بتاعي مقبول لازم يكون اختار او لازم اختار ليه عنوان جذاب. طيب الشرط الثاني هو اني اعرض المشروع بتاعي بطريقه منظمه. طب انا عمري ما عملت بحث وما اتدربتش قبل كده، هعمله ازاي بطريقه منظمه؟ الوزاره حلت لنا الموضوع ده وبعتت لنا قوالب رسميه لكل مشروع علشان نمشي وفق القوالب دي بشكل منظم، محدش يجيب صفحه قبل صفحه. يعني عندي الصفحه الكفر اللي فيها الاسم بالكود، بعد كده المقدمة، بعد كده عناصر الموضوع، بعد كده النتائج، المصادر. انا همشي بالطريقة المنظمة بتاعتي دي، مش هجيب حاجة قبل حاجة. طب هتقولي طب انا جبت النتائج قبل الموضوع ازاي؟ ازاي تجيب النتائج قبل الموضوع؟ طيب انا مش عارف. الوزارة حلت الموضوع ونزلت قوالب رسمية هنرفعها وهنشوفها النهاردة خلال حلقتنا علشان نشتغل عليها بشكل بسيط. طب انا مش عندي انترنت ومش عارف ادخل على موقع الوزارة عشان اجيب القوالب الرسمية، جبناها لك هنا في بيتنا مدرسة. كل اللي عايزاه منكم ان انتوا تجيبوا قلم وورقة، هنسطر كده ورقة درافت عشان هي دي النموذج اللي هنمشي عليه، ونكتبه بخط الايد في البيت عندنا ونسلمه بشكل بسيط جدا لما الوزارة تعلن عن آلية التسليم. يبقى عرض المشروع بطريقة منظمة. طيب المعيار الثالث، لازم يكون المشروع متضمن المفاهيم من المناهج الدراسية. واحد يقول لي يعني ايه مفاهيم من المناهج الدراسية؟ يعني مثلا ضمن مشروعات تحسين البيئة انا خدت الانشطة الاقتصادية، خدت زراعة، صناعة، تجارة، سياحة، تعدين،
كل دي انشطه اقتصاديه انا اخدتها، يبقى انا لازم اتضمن في المشروع بتاعي مفاهيم انا درستها اوريدي في المناهج بتاعتي. طيب التزم بعدد الكلمات المحدده، انا عندي المشروع بتاعي من 700 ل 800 كلمه، واحد كتب 710 مقبول، طب 720 مقبول، طب 820 مقبول، طب واحد كتب 1200، لا كتير، ناخد بالنا قوي. هو الوزاره بتهون علينا بتقول لك من 700 ل 800 كلمه، واحد يقول لي طب هو انا هقعد اعد؟ لو انت هتكتب وورد، الوورد بيعد لك تحت عدد الكلمات، فدي سهله وبسيطه لو انت هتكتبه على الكمبيوتر، فبرنامج الوورد بيديك تحت، خد بالك انت عديت كذا كلمه، عدد الكلمات بتاعتك في حدود كذا، هو بيدي لك المعلومه دي. طب انا بكتبه بشكل يدوي هعد بالتقريب، المهم ما يبقاش البحث بتاعي مثلا مكون من 13 17 كده صفحه، لا، يبقى نلتزم بالعدد الكلمات المحدده المرفقه بتعليمات البحث اللي احنا برضو هنقولها النهارده. طيب امتى يكون البحث بتاعي كمان مقبول؟ لما التزم بجميع محاور المشروع، برضو هنعرضها. واحد يقول لي طب انا نسيت محور، برضو ناخد بالنا ان المشروع لازم يكون متضمن جميع المحاور مش معظم، هو المعيار ثابت واضح، قال لك مش معظم محاور، لا قال لك كل المحاور، قال لك جميع محاور المشروع عشان البحث بتاعي يكون مقبول لازم كل المحاور تبقى موجوده. طب واحد يقول لي طب انا نسيت محور، لا وتنسى ليه؟ ما هو خلي المحاور قدامك جايد، يعني دليل كده، يبقى قدام منك المحور اللي يخلص اعمل عليه كده تشيك او اعلم عليه علامه صح كده انه خلاص ده انا انتهيت منه. يبقى ناخد بالنا قوي يا اولاد انه حاجات بسيطه جدا ممكن تخلينا نفقد المشروع بشكل كبير، يبقى لازم التزم بجميع محاور المشروع. طيب ايه كمان؟ مراعاه القواعد النحويه والاملائيه وعلامات الترقيم، ده بعد مهم جدا للغه العربيه في البحث بتاعي، ما ينفعش اكون بكتب لغه عربيه مش سليمه ولا قواعد نحويه مش مظبوطه ولا كمان في اخطاء املائيه ولا علامات الترقيم بتاعتي تكون مش موجوده، يعني انسى النقطه الفاصله النقطتين فوق بعض بعد ما حد مثلا يقول حاجه، او علامات الاقواس الصغيره، كنا ناخد بالنا قوي من الحاجات الصغيره اللي ممكن تخلينا نفقد المشروع بشكل كبير، يبقى ناخد بالنا من النقطه دي. طيب هو ممكن المشروع بتاعي يترفض؟ تعالوا نبص كده، هل المشروع بتاعي ممكن يكون مرفوض؟ اه ممكن، لو تطابق المشروع بتاعي مع بحث اخر. ايه ده ازاي يعني؟ انا ايش عرفني زميلي كاتب ايه؟ ما احنا نفس المحاور، اه بس المشروع مش كوبي وبيست، احنا ماشيين بنفس المحاور وفي ضوء نفس الاهداف، يعني احنا كلنا هنحقق نواتج التعلم، بس انا استخدمت المحور ده بالشكل ده، زميلي هيستخدمه بالشكل التاني، الصور بتاعتنا مش متناسبه او مش متشابهه، النسب المئويه اللي مطلعينها في البحث بتاعنا مش واحده، يبقى هنا في نقطه جوهريه جدا. انا مثلا مدرسه هروح اصحح البحث بتاع مدرسه ابو بكر الصديق مثلا، مش مدرستي. طب انا رحت علشان ادخل على المنصه بتاعه الثالثه اول، لقيت ان كل ال 60 طالب اللي جوه الفصل او ال 40 طالب اللي جوه الفصل الابحاث بتاعتهم كلها كوبي وبيست، خدوها كده مع بعض وقالوا احنا هنعمل تعلم تعاوني يا اولاد وهنحل مع بعض وهنذاكر مع بعض وهنطلع الابحاث بتاعتنا مع بعض. مرفوض. ليه مرفوض؟ لان انتوا مفيش ابتكار في الابحاث، انتوا نقلتوها من بعض. يبقى البحث لو تطابق المشروع البحثي مع مشروع بحثي اخر نفس الكلام بنفس الاخطاء الاملائيه بنفس الصور المرفقه بنفس الاحصاءات بنفس البيانات، المشروع مرفوض. عشان كده بنبه على اولادنا بشكل خاص جدا في بيتنا مدرسه، وبنبه على الساده اولياء الامور، ابنك ممكن يتعب في البحث بشكل كبير جدا، فبلاش ينزل السايبر او ينزل مش عارفه فين ويروح يكتبه عند مكتبه. ليه؟ لانه ببساطه ممكن ياخد منه نسخه ويخليه عنده ويبقى البحث بتاع ابنك موجود مع مصر كلها. لا، الوزاره سهلت عليك وقالت لك ممكن تعمل البحث بخط الايد. طيب انا مش عايز اعمله بخط الايد وانا عندي كمبيوتر في البيت وعندي طبعه، عندي برينتر، عادي جدا اطبعه واعمله وسلمه بخط ايدك او سلمه بايدك عفوا. يبقى هنا ناخد بالنا قوي ان انا ممكن ابقى سليم النيه بس اشتغلت بشكل خاطئ، فبحثي اللي انا عملته واجتهدت فيه ده اتصور وبقى مع مصر كلها، يبقى هنا المشروع بتاعي متطابق، يبقى لن يتم قبول هذا المشروع، وفي الحالة دي الطالب بيعد طالب له دور تاني، وده هيكون ان شاء الله لما نرجع من الدراسة من الفترة اللي احنا فيها دي. طيب ناخد بالنا من نقطة مهمة جدا دكتور طارق شوقي اعلنها،
انه سيتم مناقشه الابحاث في اول سبتمبر. ايه ده؟ يعني ايه مناقشه الابحاث؟ انا عملت البحث وسلمته في مايو، انا عمري ما هكون فاكره لحد سبتمبر. تحكي تبقى فاكره ليه؟ علشان انت عامله بايدك، انت اللي بحثت وانت اللي دورت وانت اللي اجتهدت وانت اللي عرفت المعلومه دي مصدرها ايه وكتبت المرجع بتاعها واجتهدت وقلت الصوره دي مناسبه، لا الصوره دي مش مناسبه، الصوره دي عبرت عن كلامي اكتر، الصوره دي ما كانتش معبره عن كلامي. انت اللي عملت ده بايدك، مستحيل تنساه. فانا سمعت كتير جدا وكتير من اولياء الامور اتصلوا بيا يقولوا لي طب احنا مش ده احنا اولادنا بنقول لهم انزلوا هاتوا مش عارفه ايه، بيرجعوا ناسيين نص الحاجه. اه طبيعي، لان هم بيتلقنوا من حضرتك الحاجه دي، مش هم اللي بيبحثوا عنها. طبيعي جدا ان هو ينسى طول ما هو بياخد المعلومه بشكل سمعي، لكن هو هنا هيتقن مهاره البحث. انا مش بقول اتقان بشكل انه خلاص بقى باحث ماجستير ولا دكتوراه، لا انا قصدي ان هو هيعمل بحث مناسب لعمره. فبالتالي انا هنا ابني بقى ماسك الكتاب او داخل على المنصه التعليميه او ارى بحث في حاجه صغيره او دور في مكتبه بابا او يعني دور في كذا مصدر، داخل على جوجل وبحث، فخلاص هو بنفسه مارس ده. يعني دايما بنقول ان الممارسه بتتذكر الشخص اللي بيمارس الحاجه بايده 90% من الحاجه دي. فتخيلوا بقى ال 90% وفوق، على فكره 90% فما فوق، اقدر اتذكر الحاجه اللي انا مارستها بايدي. فيعني دايما كده في معادله كده هقولها لاولياء الامور، لما بتقول لابنك حاجه يعني هو بيسمعها بودنه بيفتكر منها 20%، بتقول له ببقك وشاف ده يعني شاف انت بتعمل كده بادي لانجوج، ف20 وبعدين ال30 بيفتكر 30، 20 و30 50. طيب عملها بشكل فردي، عملها هو لوحده هيفتكر منها 70%. طب عملها مع زمايله واتناقشوا مع بعض وكان في بينهم تعاون وفي اراء رايحه واراء جايه، ال70 دول هيتحط عليهم 30 هيبقى 100% وعمره ما هينسى الحاجه اللي عملها. فبالتالي هنا المعرفة، علشان هو كان بيسمعها بس في الفصل أو بياخد منك معلومات، هو كان بينسى لأنه مش بيشارك. فعلشان النقطة دي أنا بأكد عليها جدا علشان أقول لحضرتك إن عمر ابنك ما هينسى الحاجة اللي عملها، ويفضل متذكرها لو عملها بإيده من شهر 5 لآخر العمر مش لشهر 9 بس. فبالتالي دي نقطة مهمة جدا كان لازم أقولها النهاردة علشان أطمن أولياء الأمور إنه مش هينسوا، ما تخافوش، ده هم عملوها بإيديهم. لو هم ما عملوهاش بإيديهم آه هينسوا، لكن لو هو اجتهد وعمل الحاجة دي بإيده فتأكد تماما انه مش ممكن ينسى ده. عشان كده لما اجي انا اشوف اول سبتمبر في البحث بتاعه هلاقيه متميز، مش بس عشان هو عمله بايده، لا ده عشان بقى البحث ده بمثابة ميلاد حاجة هو عملها. هو تخيلوا كده، هو عامل ده هيفضل رايح جاي وعايز يقري الناس كلها بصوا ده الانتاج بتاعي اللي انا عملته. فهو هيبقى قاري مرة واثنين وثلاثة ومذاكره كويس جدا، وانا متأكدة من ده لانه احنا بنعمل ده بشكل في ابداع مع اولادنا او اولادنا بيعملوه بشكل ابتكاري. دي الشروط اللي ممكن يتقبل بسببها البحث او يترفض البحث. طيب واحد بيقول لي بالنسبه بقى للمجموعات، عشان احنا عندنا مشكله في الموضوع ده، مش عارفين نشتغل لوحدينا ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا 10. واحد معاك، يعني تعالوا كده انا عامله لكم شكل كده تبسيطي. لو انا اشتغلت لوحدي البحث بتاعي مقبول، ممكن نروح على شاشه فريق العمل. لو انا اشتغلت لوحدي في البيت عادي برضو فريق العمل بتاعي. خدوا بالكم احنا جايبين لكم واحد بيكتب بايده، مش عايزين اي امكانيات كبيره. لو انا اشتغلت انا وزميلي او انا واخويا التوام برضو مقبول عادي جدا اشتغل، المهم نكون في نفس المدرسه. لو انا وجاري واخويا مقبول برضو، الفريق العمل ممكن يبقى ثلاثه. طيب احنا خمسه مقبول، اكتر من كده مش مقبول. يبقى ناخد بالنا ان حد اقصى لفريق العمل خمسة. واحد يقول لي طب معلش بس يعني سؤال صغير، وده سألناه كتير على فكرة، الوزارة في البيان اللي هي طلعت فيه المعايير عفوا قالت ان حدود البحث ثلاثة. دكتور طارق شوقي اعلن بعد كده انه ممكن نقبل لخمس افراد داخل البحث. فبالتالي انا هنا حد اقصى عشان اقبل البحث بتاع حضرتك او البحث بتاع المجموعة لازم يكونوا خمس افراد. طيب اتنين من المدرسة وثلاثة من بره المدرسة، مش هينفع، لازم يكونوا الخمس افراد من داخل المدرسة لان هم هيكونوا على منصة واحدة او هيقدموا البحث في مدرسة واحدة. لو انا هروح اقدمه بايديا فمش معقول هقدم هنا البحث بتاع محمد واحمد واروح لاسلام ومينا وابنوب مثلا في مدرسة تانية، ما ينفعش. يبقى لازم الخمس مشتركين اللي هيكونوا مشتركين في البحث ده يكونوا من مدرسة واحدة. طب مش من فصل واحد، مش مهم،
مش مشكله بالنسبه لي الفصول، انا اهم حاجه يكونوا الخمسه من نفس المدرسه. اتسالنا سؤال كمان، طب احنا مدارس لغات وهنعمل ايه؟ هنكتب البحث باني لغه؟ احنا بناخد اللغه العربيه والدراسات الاجتماعيه باللغه العربيه صح، فدي مواد قوميه احنا بندرسها بالعربي، فبالتالي البحث بتاعي هيكون باللغه العربيه ما عدا الاجزاء الخاصه بالساينس بالانجلش بالماث. الثلاثه دول لو انا وظفتهم داخل البحث بتاعي هيتكتبوا باللغه اللي انا بدرس بيها، يعني الانجليش طبعا بالانجليش بتاعي اللي هو هيكون متقدم شويه عن مدارس العربي لان معايا هاي ليفل. طيب الماث هيتكتب لو انا عامل معادلات، لو انا عامل اشكال بيانيه رسوم هندسيه برضو هيتكتب باللغه الانجليزيه. الساينس طبعا باللغه الانجليزيه، ده بالنسبه لمدارس اللغات. طب مدارس العربي، لا مدارس العربي هتكتب بالعربي ما عدا الملخص اللي من 70 ل 80 كلمه بتاع الانجليش ده اللي هيتكتب بالانجليش. يبقى احنا كده وضحنا الفرق بين كتابه البحث باللغه العربيه واللغات الاجنبيه. طيب ده كان بالنسبه للجزء الخاص بفريق العمل. طيب المشروع التكاملي زي ما احنا شايفين كده هو مشروع بيتكامل فيه كل العلوم، رياضيات مع دراسات اجتماعيه مع لغه عربيه مع انجليزي، زي ما الشاشه كده واضحه قدام حضراتكم. احنا واخدين كل العلوم او كل مناهج المعرفه علشان نطلع بحث واحد فقط في 700 ل 800 كلمه. طيب هستاذن حضراتكم هنروح على الشاشه علشان نشوف خطوات بقى البحث والمشروع بتاعي هشتغل عليه ازاي. انا هشتغل مع محور محور، وهقول لحضراتكم المحاور دي هنوظفها ازاي في العلوم. يعني هقولك المحور ده تقدر تستعين بيه باللغه الانجليزيه، المحور ده تقدر تستعين بيه باللغه العربيه، المحور ده بالعلوم وهكذا. تعالوا نشوف مع بعض. اول مشروع بالنسبه لي في الصف الثالث الاعدادي هو تحسين البيئه العلميه والتكنولوجيه. زي ما احنا شايفين كده استاذن حضراتكم نجيب على الشاشه تحسين البيئه العلميه والتكنولوجيه. في مقدمة عندي كده البحث، مفروض انه احنا لو احنا قرينا المعايير اللي كانت موجودة في الوزارة هنلاقي انه تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية، التقدم العلمي والتكنولوجي هو الوسيلة الضامنة لتقدم الدول في ضوء دراستك والمصادر المتاحة. خد بالك من كلمة المصادر المتاحة دي، يعني اللي عندك. قم باعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي. طب ايه اللي متضمن المشروع بتاعي؟ استعراض الآثار الإيجابية والسلبية اللي بتنتج عن استخدام التكنولوجيا مع تطبيق ما تعرضه على ما درسته في مجال العلوم والأنشطة الاقتصادية في العالم. لو أنا بصيت كده للشريحة دي هلاقي إن في مادتين متكاملتين داخل الشريحة دي أو داخل المحور ده. هنا في المحور ده أنا هتكامل مع العلوم والدراسات الاجتماعية. ليه؟ لأن أنا الاتنين أخدت فيه تكنولوجيا. فهكتب الآثار الإيجابية والسلبية لاستخدام التكنولوجيا على الأنشطة الاقتصادية. تعالوا نفسر كلمة نشاط اقتصادي. نشاط اقتصادي يعني زراعة، صناعة، تجارة، رعي، سياحة. ممكن الأنشطة الاقتصادية متضمنة الأقاليم الصناعية اللي احنا درسناها. طيب أنا لو استخدمت التكنولوجيا إيه الإيجابيات اللي ممكن تعود عليا؟ لو أنا استخدمت التكنولوجيا في مجال الزراعة، تعالوا بقى نفتكر الكلام اللي احنا كنا دايما بنشرحه في الدراسات الاجتماعية، هتزيد مساحة الأراضي الزراعية، هتتحول الزراعة عندنا في مصر من زراعة كثيفة لزراعة تجارية علمية واسعة، هيزيد الإنتاج، هنصدر للخارج. طب ده في مجال الزراعة. في مجال الصناعة لو استخدمت التكنولوجيا إيه اللي هيحصل؟ هنتج بشكل كبير جدا، هساعد في تصدير المنتجات بتاعتي للخارج، هيزدهر الاقتصاد القومي بتاعي بشكل كبير جدا. نفس الكلام لو طبقته على الأنشطة الأخرى. طب دي المجالات الإيجابية. طب السلبي بقى، هو في النتيجة سلبية لاستخدام التكنولوجيا؟ بشوية بحث حضرتك هتعرف ان التكنولوجيا ليها اثر سلبي كبير جدا على البيئة، اهمهم هو ظاهرة الاحتباس الحراري اللي العالم كله بيتعرض ليها دلوقتي. انا لما بستخدم التكنولوجيا بشكل كبير جدا بتطلع لي ظاهرة اسمها ظاهرة الاحتباس الحراري. طب انا وانا شغال بقى هسترشد كلامي بصور، تعالوا نجيب صور كتير عن الارض وهي بتبقى فيها حرارة بشكل كبير جدا، هيحصل ذوبان للتلج، هيحصل تغير في الظروف المناخية، كل دي اثار سلبية لاستخدام التكنولوجيا، هيحصل تلوث للبيئة. طب الكلام ده انا اجيبه منين؟ اللي انا قلته ده موجود داخل كتاب المدرسة. طب تعالوا نشوف بقى انا هوثق الكلام اللي انا قلته ازاي. يعني انا هو في المحور الاول، تعالوا بقى معايا كده بعد اذنكم عشان نشوف كمان التوثيق. انا بتكلم في المحور الاول اللي هو الاثار السلبيه والايجابيه لاستخدام التكنولوجيا. تعالوا كده على المونيتور استاذن حضراتكم، وكتبت المحور بتاعي اهو اللي انا كاتباه ده، لكني بكتب كده بالظبط
اهو كل ده كاني كتبت الكلام بتاعي، الاثار الايجابيه كذا وكذا وكذا، الاثار السلبيه كذا وكذا وكذا، وده بيضر البيئه بكذا. طب خلصت الفقره دي انا جبتها منين؟ اديها رقم واحد. الرقم واحد ده كاني بوثق، اروح بقى اخر الصفحه بتاعتي واروح شده شرطه كده بالقلم الرصاص واروح قايله انه رقم واحد ده كتاب المدرسه صفحه 3 مثلا، مثلا طبعة 19-20. يبقى انا هنا اللي انا عملته ده اسمه توثيق. طيب هنا في نقطة، خلصت الباراجراف ده، هكتب باراجراف تاني عن استخدام التكنولوجيا في العلوم مثلا، هروح مدزياها رقم 2. طب انت جبت الكلام ده منين؟ اهو انزل لك تحت خالص في التوثيق 2 المنصة الإلكترونية. يبقى أنا كده بوثق لك الشغل بتاعي. آدي الصفحة بتاعتنا بعد ما توثقت، كتبت فيها كل اللي أنا عايزه، اديت كل مصدر أنا جايبه ورجعته للمصدر بتاعه، وتحت خالص وثقت كتاب المدرسة رقم 1 المنصة الإلكترونية. طيب ده لو أنا هكتب بخط إيدي، ولو انا هكتب على الوورد في ريفرنس او في مراجع في برنامج وورد موجود ازاي نوثق بشكل علمي وسليم. طيب يبقى هي دي المصادر اللي احنا بنرجع لها. انا ممكن ارجع لكتاب المدرسه، ممكن ارجع للمنصه الالكترونيه، ممكن ارجع لبحث منشور على الانترنت، ممكن ابحث في مرجع موجود على الانترنت. واحد يقول لي طب انا دخلت على ويكيبيديا وجبت شويه معلومات. بصوا انا كإيلاريا ما بحبش ويكيبيديا قوي، لانه ممكن اي حد، مش ما بحبهاش يعني في بيني وبينها ضغائن، لا اي حد ممكن يكتب، يعني اي حد مش متخصص، اي حد عايز يقول اي حاجه بيدخل على ويكيبيديا ويعدل ويكتب ويقول اراءه ويعرض افكاره وهكذا. فبالنسبه لي انا مش بحبها في المراجع لانها مش مرجع موثوق فيه، لكن انا دايما بهتم قوي بالمراجع الموثقه زي موقع وزاره التربيه والتعليم اللي عليه المنصه، بنك المعرفه، كتاب المدرسة، أحد الموسوعات الجغرافية أو الاقتصادية. يعني ممكن واحد يقول لي طب أنا دخلت على الزراعة في العالم ولقيت كتاب عن الزراعة، ولقيت فيه فقرة بتتكلم عن أن مصر ممكن تزرع محاصيل بشكل دائم فتحتاج لكذا وكذا وكذا، وده ممكن يأثر على إنتاج مصر مش عارفة، واقتنعت جدا بالكلام اللي كاتبه المرجع ده. حلو جدا، هات اللي أنت كاتبه ونسيبه للمرجع بتاعك وحطه في الريفرنس بتاعتك أو المراجع بتاعتك. يبقى أنا كده البحث بتاعي موثق بشكل بسيط وسهل وعلى مستوي العقلي والزمن. انا عارفه ان ولادنا كتير شاطرين وكتير هيعرفوا يعملوا ده بشكل فيه مهاره، يعني هم يبقوا اشطر مننا بشكل كبير جدا. طيب نرجع تاني للمحور الاول. يبقى المحور الاول هنستعرض فيه الاثار الايجابيه والسلبيه للتكنولوجيا او اللي بتنتج عن استخدام التكنولوجيا مع تطبيق ده في مجالات العلوم والانشطه الاقتصاديه في العالم، وعرفنا ان ده ممكن استخدم فيه ماده العلوم وماده الدراسات الاجتماعيه، وهيتوظف عندنا المحور ده بشكل كبير جدا من خلال كتاب المدرسه، لان انتوا اخدتوا الموضوع ده بشيء من التفصيل. طيب المحور الثاني بيتكلم عن انه نصمم مخطط استخدم فيه الاشكال الهندسيه اللي درستها علشان اعرض الاثار الايجابيه والسلبيه لتوظيف التكنولوجيا في حياتنا اليوميه باللغه العربيه او باحد اللغات الاجنبيه. هنا انا بدمج بقى الدراسات الاجتماعيه اللي انا اخدت منها اثار سلبيه وايجابيه والتكنولوجيا مع الهندسه. هنا بصمم مخطط باشكال هندسيه، ممكن يكون دايره، ممكن يكون مثلث. طب انا بفكر معاكم بصوت عالي، احنا ممكن نعمل ايه يقول انه انا عندي اثار ايجابيه وسلبيه. ممكن اجيب ارسم دايرتين متداخلتين، كل واحده فيهم الاثار الايجابيه والاثار السلبيه، والتداخل اللي هيكون بين الدايرتين دول هما الحاجات الكويسه اللي فيها ايجابيات، لكن اللي بره مثلا ممكن يكون سلبيات. يعني مثلا هشتغل معاكم برضو بشكل عملي شويه، وده زي ما قلت لكم كده انا بشتغل من الجزء بتاعي انا، الجزء اللي فيه دراسات اجتماعيه. لو انا مثلا عايز اعرض الاثار الايجابيه وعايز اعرض الاثار السلبيه، يبقى دي الآثار الإيجابية للتكنولوجيا ودي الآثار السلبية. النقطة اللي اتجمعوا فيها أو اللي الدايرتين اتقابلوا فيهم دول هم الحاجات اللي اشتركت فيهم، كان فيها حاجات كويسة وحاجات يعني اللي كان فيها أثر التكنولوجيا كان واضح، لكن الجزء الباقي من الدايرة ده
هيبقى فيه الآثار الإيجابية وتتحط بالشكل ده، ودي الآثار السلبية. يبقى هي دي هنسيبها كده بالشكل اللي أنا عملته، والآثار الإيجابية لاستخدام التكنولوجيا مثلا زيادة المحاصيل الزراعية، زيادة إنتاج مصر مثلا أو العالم من اللحوم مثلا، عشان هستخدم الآثار. هتكلم مثلا عن زيادة الثروة السمكية، زيادة الثروة السمكية مثلا، وهكذا. طب الآثار السلبية؟ لا، ممكن أقول ظاهرة تلوث البيئة، الاحتباس الحراري مثلا. يبقى هنا أنا عملت بشكل فيه شكل هندسي. هنبدأ نشتغل علشان نخطط للآثار الإيجابية والسلبية. هنخرج فاصل ونرجع نواصل حلقتنا ونكمل محاورنا. اتفضل. وتاني بعد الفاصل علشان نكمل الشكل الهندسي اللي ممكن نعمله. طيب، واحد بيقول لي هو انا الشكل الهندسي في المعيار مكتوب يا اما باللغه العربيه او باحد اللغات الاجنبيه. ممكن نكتبه يا اما بالعربي يا اما بالانجلش زي ما انت عايز. ممكن تعمل ده بشكل مرن جدا. طيب، المحور التاني في نفس الموضوع او التالي في نفس الموضوع، تحسين البيئه العلميه والتكنولوجيه، هو ان احنا نكتب فقره قصيره باللغه العربيه واحد اللغات الاجنبيه تبين فيها اهم ما تعلمته في مشروعك البحثي. انا اتعلمت ايه؟ اتعلمت في مشروعي البحثي البحث عن كذا وكذا وكذا وكذا، او توصلت في مشروعي البحثي او اتعلمت من مشروعي البحثي ان انا قادر على البحث بطريقه علميه، ان انا قادر على استخدام التكنولوجيا بشكل كبير جدا في توظيف المعرفه، او استخدام المعرفه بعد توظيف التكنولوجيا. ده كله انت بتكتبه بالعربي وبالانجليزي علشان ده محور مهم جدا. واحد يقول لي طب انا نسيت المحور ده وما عملتوش. لا، نسيته ازاي؟ ما احنا لسه قايلين ان من شروط البحث بتاعي اللي هيتقبل بسببه البحث بتاعك انك تجمع كل المحاور اللي كانت موجوده في البحث، فبالتالي ما ينفعش نسيب فقره او محور ما نتناولهوش. ده كان بالنسبه للمشروع الاول اللي ممكن نختاره او ممكن لا، الخاص بتحسين البيئه العلميه والتكنولوجيه. طيب، المشروع الثاني بتاعي اللي ممكن اختاره او لا هو الزياده السكانيه والامن الغذائي. يعني ايه كلمه زياده سكانيه ويعني ايه كلمه امن غذائي؟ كلمه زياده سكانيه هو زياده عدد السكان في فتره زمنيه معينه. طب الامن الغذائي هو توفير السلع الاستراتيجيه لسكان دوله ما. انا بوفر السلع بتاعتهم لفتره معينه. زي ما احنا دلوقتي في ازمه كورونا، الدوله اعلنت ان احنا عندنا مخزون استراتيجي للسلع اللي تكفينا لحد 9 شهور، فبالتالي ده امن غذائي. انا موفره انا كدوله الامن الغذائي للشعب بتاعي لفتره طويله جدا. فالامن الغذائي هنا توفير السلع الاساسيه والاستراتيجيه لسكان دوله ما في فتره زمنيه كبيره. طيب، هنا بقى المشروع بتاعي ابدا فيه ازاي؟ عشان اقدر افكر في المشروع ده لازم اقرا المحاور بتاعته واشوف انا هقدر ابحث فيها ولا لا. تعالوا نشوف المحاور بتاعتنا بتتناول ايه. الزياده السكانيه، المقدمه بتاعتي بتقول او المقدمه اللي اعلنتها الوزاره ان الزياده السكانيه اثار ايجابيه واخرى سلبيه لها علاقه وطيده بالامن الغذائي في ضوء دراستك والمصادر المتاحه. قم باعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي. هنشوف المشروع البحثي بس بعد ما نسمع طه. الو، ايوه يا طه. الو الو مس. ايوه انا طه. اتفضل يا فندم. مس، انا عايز اسال كذا سؤال. هو عناصر الموضوع الفقره اللي هو مديها لي المدرسه ولا انا اللي بعملها من عندي؟ لا، عناصر الموضوع يا طه اللي هي المحاور اللي احنا اتكلمنا عنها. المحاور اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، يعني انا اللي الفها. هستأذنك يا طه، عايز اسمك شويه. يعني احنا انا اللي الفها؟ لا يا طه، اللي هي المحاور اللي اعلنتها الوزاره. المحاور اللي اعلنتها. خدت بالك انت متابع معايا الحلقه من الاول؟ خدت بالك واحنا بنتكلم عن تحسين البيئه العلميه والتكنولوجيه كنا بنتكلم على كل محور. هي دي عناصر الموضوع بتاعك. هي دي عناصر الموضوع؟ بالظبط كده. طب يا مس، هو موضوع الزياده السكانيه احنا درسناه في الترم الاول، خدنا درس عليه تقريبا. تمام. طب هو الامن الغذائي ايه علاقته بالزياده السكانيه؟ هستأذنك يا طه في صوتك. الأمن الغذائي إيه علاقته بالزيادة السكانية؟ بص يا طه، فكرة الأمن الغذائي هو إني بوفر سلع استراتيجية للسكان. أنا لو أنا دلوقتي عندي عدد سكان كتير جدا هحتاج أمن غذائي كتير. فبالتالي هستورد من بره، اللي هستورده ده هيبقى على حساب الميزانية العامة للدولة. صح؟ صح.
فبالتالي انا هنا بدل ما الفلوس دي كنت بعمل بيها مشروعات لرفاهيه الشعب، لا انا بجيب بيها سلع استراتيجيه توفر للشعب ده امن غذائي. يعني انا ممكن اوظف الزراعه في الموضوع بتاع الزياده السكانيه اللي احنا درسناها الترم الثاني. بالظبط، انك تقول ان الزياده السكانيه اللي موجوده دي بتاثر على الزراعه، لان انا الزراعه عندي ما بتكفيش حاجه السكان. فبالتالي الدوله بتضطر تستورد من الخارج عشان تكفي حاجه السكان المحليين. بيستفاد حاجة السكان المحليين. نعم. ماشي. تمام كده طبعا؟ تمام يا ميس. يبقى العناصر هي المحاور الأساسية اللي بعد كل مشروع. أوكي؟ تمام نكمل. يبقى الزيادة السكانية والأمن الغذائي، للزيادة السكانية آثار إيجابية وسلبية ولها علاقة كبيرة جدا بالأمن الغذائي، وفي ضوء ده والمصادر المتاحة قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن الآتي، اللي هي عناصر بقى البحث بتاعي. عناصر البحث بتاعي فيها إيه يا أولاد؟ فيها واحد توضيح كيفية استخدام البيانات الرياضية والتمثيل البياني، يبقى هنا أنا مدرس رياضيات، مع وضع الخطط المستقبلية لمواجهة الانفجار السكاني وتأثيرها على النشاط الاقتصادي وتوفير الطاقة الكهربائية للسكان. خلي بقى الشاشة قدامنا كده عشان نطلع منها الموضوعات اللي هتتناولها هذا المحور أو هذا العنصر. العنصر ده عايزنا نستخدم البيانات الرياضية والتمثيل البياني، يعني عايز أرقام عشان احط خطه مستقبليه لمواجهه الانفجار السكاني. اقول انا عندي في سنه 2025 هنبقى حوالي 120 مليون نسمه. طب ال 120 مليون نسمه دول انا هيأثروا ازاي على النشاط الاقتصادي؟ ده في ناس كتير جدا هتبقى محتاجه زراعه، فيبقى الناس محتاجين استصلاح اراضي زراعيه جديده. طيب انا الناس دي علشان اقدر اوفر لهم معيشه كريمه لازم استصلح شويه في مجال الاقتصاد واصلح مجال الصناعه، يبقى عشان انشئ مصانع جديده لازم اوفر طاقه كهربائيه للسكان. طب اوفر طاقه كهربائيه ازاي للسكان؟ واحد يقول لي طب ما احنا عندنا السد العالي مش هيكفي. ليه مش هيكفي؟ لانه الناس اللي انا هشتغل لهم دول او هشتغل عشان اوفر لهم احتياجاتهم من الغذاء مش هيكفيهم كهربه السد العالي. طب ادور على مصدر طاقه كهربائيه جديد. واحد يقول لي ممكن نعمل مشروع زي بتاع بيمبان بتاع اسوان، اللي هو مشروع توليد الطاقه الكهربائيه من الطاقه الشمسيه. فبالتالي انا هنا ممكن استخدم مشاريع جديده للطاقه علشان اوظف ده، يبقى انا بزود انتاج مصر من الطاقه الكهربائيه، عشان ازود استيعاب مصر من الصناعه عشان اواجه الانفجار السكاني. يبقى بصوا هي الشريحه جايه منين؟ الاول اشتغل اولد كهرباء، وبعد كده اعمل مصانع، المصانع دي هتوفر حاجه السكان فبالتالي هتغطي لي انفجار السكاني. هنكمل مع نيره. الو. ايوه نيره. الو. ايوه علي صوتك. الو. اتفضلي يا نيره. دلوقتي احنا عندنا في البحث اخر سؤال اللي هو احنا هنكتب النتائج فقرة. طب احنا هنكتب النتائج يعني 1 2 3 هنكتبها نقط ولا هنكتبها فقرة على بعضها؟ زي ما انت حابة، بس انا بفضل نقط يا نيره. تمام. وحتى لو ترجمناها نترجمها برضو اللي هو بالانجلش هنترجمها فقرة مش نقط. بالظبط كده. بالظبط يا نيره. تمام؟ شكرا. عندك أي سؤال تاني؟ لا شكرا. العفو. طيب يبقى العنصر ده أو المحور ده بيتكلم عن تمثيل الأرقام البيانية، بقول بقى أنا لما ولدت كهرباء استخدمت مشاريع زي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الزعفران، فبقى عندي إنتاج للكهرباء بيساوي كذا ألف واط. اشتغلت بيهم في الصناعة فوفرت عدد عمال يشتغلوا في الصناعة عشان أزود النشاط الاقتصادي. اللي بيها واجهت الانفجار السكاني، يبقى هنا انا بستخدم التمثيل الرياضي والامثله البيانيه والرسوم البيانيه. ويا سلام بقى لو واحد قال لي طب بصي بقى انا هجيب لك حاجه ما كنتيش تخطر على بالك، انا هجيب لك اعداد الناس او انتاج الطاقه في مصر سنه 2019 مثلا، وهتنبأ لك باستخدام الطاقه في مصر 2030، وهجيب لك الفرق ما بينهم، واقدر اقول لك بقى انت ممكن تعملي صناعه قد ايه في مصر وتغطي عدد قد ايه من سكان مصر والمنطقه المحيطه. حلو جدا. يبقى انت هنا بتعمل توظيف لاستخدام الرياضيات دي وبتتنبأ بمستقبل النشاط الاقتصادي في مصر. يبقى فهمنا قوي احنا هنعمل ايه. يبقى انا هنا هرجع تاني للشريحه، استاذن حضراتكم نروح للشاشه. بوضح كيفيه استخدام البيانات الرياضيه والتمثيل البياني، ده نمره واحد في وضع خطط مستقبليه. اقول انا بكره في المستقبل ممكن اواجه الانفجار السكاني ازاي؟ انا هوفر طاقه كهربائيه عن طريق انشاء مشاريع طاقه شمسيه، مشاريع طاقه رياح،
عشان يبقى عندي مصانع كتيره اقدر اواجه بيها الانفجار السكاني. طب اما اواجه الانفجار السكاني هعمل ايه؟ انا مش محتاج بقى استورد من الخارج، ده انا عندي انتاج يكفيني امن غذائي لمصر لمده 20 سنه قدام. ده مش بس كده، ده انا هرجع اصدر للخارج كمان. فبالتالي هنا انت بيبقى عندك رؤيه لمستقبل مصر لو اشتغلنا على ده بشكل محترف. ده بالنسبه للمحور او العنصر ده. طيب العنصر التالي بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن ان اصمم مخطط لتوضيح الاثار الايجابيه والسلبيه للزياده السكانيه على موارد الدوله. ابدا بقى افكر، انا لما اعمل مخطط اقول خطه كده او اعمل خريطه ذهنيه للاثار الايجابيه والسلبيه على الموارد، الاثار الايجابيه بتاعتي للزياده السكانيه بتكون ايه؟ 1 2 3 4. طب الاثار السلبيه تعالوا نشوف كده مع بعض. بس قبل ما نشوف نروح لآلاء. الو الو آلاء. ازيك؟ ازيك، اتفضلي سؤالك. لو سمحت ينفع اسال سؤال؟ طبعا، بس علي صوتك قوي. خلاص حاضر. دلوقتي هو دلوقتي انا عايز اعمل حاجات بيانيه على الوورد، بس للاسف انا مش عارفه اعملها. هل انا ينفع اعملها على الرسم البياني في كراسه واصورها وبعد كده ارفقها كصوره؟ ممكن جدا، سهله. لو انت عايزاها كده بتعمليها، انت بايدك وخديها حسب بالموبايل، خديها سكانر، خديها اي حاجه زي ما انت عايزه، وزي ما انت قلتي كده صوره، وحطيها صوره في الملف الوورد بتاعك. سهله، ما تقلقيش، هتتقبل. تمام. طيب نروح تاني، معنا تليفون تاني. طيب نروح لتصميم مخطط لتوضيح الاثار الايجابيه والسلبيه للزياده السكانيه على موارد الدوله. ليكي سؤال تاني؟ معلش، ليا سؤال. انا مع حضرتك. خلاص. هو طيب ينفع، طيب انا اصمم القوالب بنفسي، مع انا مش عارفه اجيبها واكتب عليها، ينفع انا اصممها بنفسي؟ لا تاني. تاني الاء بعد اذنك. دلوقتي انا مش عارفه اجيب القوالب واكتب عليها كنص، هل انا ينفع اصممها؟ عادي جدا، عادي ببساطه. وانتي النهارده قبل ما اخلص الحلقه هوريكي شكل القالب، علشان لو عايزه تكتبيه كده بشكل كروكي وتصممي زيه. ده سهل جدا، مفيش مشكله. تمام. طيب نرجع لمخطط الاثار الايجابيه والسلبيه للزياده السكانيه على موارد الدوله. الواحد يقول لي انا مش عارف يعني ايه مخطط بقى، انتوا يعني شويه مخطط وشويه خطه. المخطط انا عايزه مخطط بشكل يعني بشكل كده زي ما بنقول ايه، خريطه مفاهيم او خريطه ذهنيه. تعالوا نشوف ممكن نعملها ازاي. تعالوا كده قدامي على الشاشه، هستاذن حضراتكم بس نجيب الشاشه عشان اظبط الورق بحيث ان تمام. هنا السؤال بيقول ايه؟ آثار الزيادة السكانية. انا عامله لهم لبخه لان هم عدلوا لي الكاميرا وانا برضو وجعني. معلش، احنا اسفين. تمام، احنا اسفين جدا. ماشي، اوكي كده تمام. معلش، احنا اسفين ليكوا يا شباب. طيب اثار الزياده السكانيه، هو عايز نعمل مخطط. طيب ادي المخطط بتاعي. انت عايز ايه؟ عايز اثار ايجابيه وهنا اثار سلبيه. ادي المخطط بتاعي، سهل ولا صعب؟ طيب اثار الزياده السكانيه على موارد الدوله، على موارد الدوله. طيب قبل ما نجاوب نشوف. الو الو، نقول الو الو الو. ايوه اتفضل. ايوه ازيك يا مس؟ برضه هنعلي صوت شويه. الو ايوه اتفضل. الو الو الو، مع حضرتك. الو الو ايوه اتفضل. ايوه ازيك يا مس؟ حاضر. ألو؟ تمام. الو حضرتك سامعاني كده؟ الو مع حضرتك. تمام، اتفضلي سامعاكي. ماشي تمام. انا كنت بس عايزه اسال حضرتك سؤال. هو حضرتك قلتي ان انا دلوقتي البحث لو وديته سايبر ممكن ان هو يتسرق. طيب انا اكتبه ازاي لو هو اتكتب بخط الايد؟ بصي حضرتك، هنبدا نكتب البحث بايدينا ونسلمه يدوي للمدرسه. تمام.
طيب سؤالك كان ان انا لو وديت البحث ممكن يتاخد بشكل غير قانوني او يعني زي ما حضرتك قلتي كده عادي خالص، انا مش عايزه البحث غير موجود على ورقه مكتوبه بخط ايد الولد ويتسلم للمدرسه بشكل يدوي، انا مش محتاجاه لا هو متنسق كمبيوتر ولا في حاجه زياده ولا اي حاجه خالص، اعمليه يدوي وسلميه بايدك يدوي، ده هيكون امن حاجه واسلم حاجه. تمام. طيب ده كان الشكل التخطيطي. قبل ما اختم الحلقه هقول لحضراتكم بس حاجه كده سريعا علشان ولادنا يبقى لمينا كل حاجه النهارده. الملخص بتاع البحث بتاعي من 70 ل 80 كلمه، الموضوع بتاعي هيبقى من 700 ل 800 كلمه، اللغه اللي هتتكتب بيها الانجليزيه تبقى في حدود من 40 ل 60 كلمه. طيب ادخل ازاي على المنصه study.ekp.eg، هيدخلني على الصوره اللي انتوا شايفينها، هلاقي في تحت خالص كده كلمه ذاكر الان، هدوس عليها هيدخلني على العلوم المختلفه اللي انا بدرسها، رياضيات، علوم، لغه عربيه، دراسات اجتماعيه الى ما اخره. انا هاخد اي ماده من دول وهدوس عليها، هدوس على الدراسات الاجتماعيه مثلا، هيفتح لي كل المراحل اللي بتدي دراسات اجتماعيه من الصف الرابع، الخامس، السادس، الاول، الثاني، الثالث، الاعدادي. انا الثالثه اعدادي يبقى هدوس على ثالثه اعدادي. هيفتح لي بقى موقع الوزاره بشكل الكتروني رائع جدا، في صور، فيديوهات، مقالات، العاب تعليميه ممكن استعين بيها والعب في وقت ما انا فاضي. فبالتالي هنا انا عندي المنصه بتاعه ستادي مهمه جدا بالنسبه لي، كتاب المدرسه مهم جدا بالنسبه لي زي ما اتفقنا، المراجع بتاعتنا شيء مهم جدا. علشان برضو ولادنا ما يكونوش قصرنا معاهم في حاجه، انا عارفه ان احنا اخذنا من وقت حلقتنا كتير، بس اخر حاجه برضو هقولها لاولادي، البحث بتاعنا موجود على موقع الوزاره في شكل بحث ورقي، ده شكله بالظبط المشروع بتاعي. انا هنا ممكن اخد البيئه، ممكن اخد التحسين، يعني هو موجود الثلاث نماذج، البيئه والتحسين، البيئه العلميه والتكنولوجيه والسكان، ده الشكل بقى الفورم بتاعته. عنوان الموضوع لازم يكون جذاب، الرقم التعريفي بتاعنا مستر محمود الاسبوع اللي فات قال نجيبه ازاي، المقدمه بتاعه البحث بتاعتي اللي هتكون من 70 ل 80 كلمه هتبقى موجوده هنا، ودي بتبقى فيها نبذه عن المشروع بتاعي، عناصر المشروع بتاعتي او الموضوع اللي هي المحاور اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده، ودي بتبقى من 70 من 700 ل 800 كلمه. وبعدين ممكن ارفق العناصر بتاعتي بصور زي ما اتفقنا واحنا شغالين النهارده. في الاخر خالص بيكون في النتائج والمصادر. وبكده نكون حاولنا نجمع يعني ايه مشروع بحثي بطريقه علميه مبسطه. سعيده جدا بحضراتكم وباسئلتكم، وان شاء الله نكون معاكم خلال الاسابيع القادمه علشان نستكمل بقيه مشاريعنا. الى اللقاء.